استهدف طيران الاحتلال الروسي ليلا هذا المكان بأكثر من 10 غارات جوية أدت إلى دمار في مستودعات للمواد الإغاثية والغذائية وإصابة عائلة بجروح ونشوب حرائق قامت فرق الدفاع المدني على أخمادها. أغار الطيران الحربي ليلة أمس على أطراف بلدة أورم الجوز ب 12 غارة جوية، مما أدى لإصابة عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، أب وأم وثلاث أطفال. وأيضا تسببت الغارات بحرائق ضخمة في المكان وقطع الطرقات، فتوجهنا فرق الدفاع المدني وقمنا بإسعاف المصابين إلى المشافي، وأيضا سارعنا على إطفاء الحرائق وبقينا إلى ساعات الفجر ونحن نقوم بالعمل. نحن باركين هون الساعة 11 بالليل ما حسينا إلا طيران قصف المكان، أول صاروخ نزل في المكان، انسحبنا من المكان وطلعنا نحن والعائلة برا المكان. عندي صار إصابة 5 أطفال، أصابوا 5 أطفال. المكان يوجد فيه مواد إغاثية وألبسة إغاثية، استهدفوا ب 11 غارة في الليل الساعة 12 بالليل، 11 غارة ضربنا.